بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 87 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذه ذكرى تقول فضيلة الشيخ في الآية الكريمة: أدعوا ربكم تضرعا وخيفة، وفيه آية أخرى وخفية، ما معنى الآيتين وما معناهما مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الآيتين الكريمتين يأمر الله بدعائه، والدعاء هو أفضل أنواع العبادة، بل الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم: تضرعا، أي حال كونكم متضرعين إليه في الدعاء. أما الدعاء الذي يكون باللسان فقط من غير تضرع، من غير حضور قلب، فإنه لا ينفع. وفي الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. وأما خيفة وخفية فهما مختلفان في المعنى. خفية يعني سرا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، هذا أخلص في العبادة الإسرار فيها، ولكنه ليس إسرارا لا يسمعه من نفسه، بل لا بد أن يتكلم به ويسمع نفسه. وأما الخيفة فهي من الخوف، الخفية من الخفاء، والخيفة من الخوف، أي خائفين منه سبحانه وتعالى، خائفين من عقابه، راجين لثوابه. نعم. هذا السائل دال الحربي يقول: شيخ، ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ما مدى صحة هذا الحديث؟ ونرجو أن تشرحوا معناه. الحديث حديث صحيح، ومعناه أن من أحيا سنة تركها الناس فإنه يكون له أجر العمل بها وأجر من اتبعه في إحياء السنة والعمل بها. والحديث له سبب، هو أن أناسا جاءوا محتاجين فيهم الفقر والحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون المساعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، لما اجتمع الناس أمره فأقام صلى بهم صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من الصلاة حثهم على الصدقة بأي ما تيسر من الصدقة، فجاءوا كل بجهده، وجاء رجل معه صرة من الذهب كادت يده أن تحملها من ثقلها، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس في صدقاتهم على إثر هذا الرجل. سر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما، وأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فكان هذا الرجل سن سنة حسنة اقتدى به الحاضرون، وصار له أجر الصدقة وأجر من عمل مثل عمله تصدق. هذا فيه الحث على إحياء السنن وإماتة البدع، والحث على القدوة الحسنة، على فضل من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. السائل الحربي يقول أيضا: السنن موقوفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أتى بسنة غير ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، كيف نجمع بين الحديث وهذه القاعدة الشرعية؟ بينا هذا في الجواب، قلنا: ليس الحديث يأمر بالبدعة، وإنما الحديث يأمر بالسنة، بإحياء السنة. هذا الرجل لم يعمل بدعة، وإنما أحيا سنة وهي الصدقة. الصدقة ليست بدعة، هي سنة عظيمة، الرجل أحياها في هذه المناسبة، أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عمله. وأما البدعة فهي ما لا دليل عليه من الكتاب والسنة من العبادات، إنه هو البدعة، وهذه فيها إثم عظيم، وعمله يكون مردودا عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات
محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. يقول السائل: عندما يريد الإنسان أن يغتسل من الجنابة، هل لا بد من الدلك أم فقط يفيض الماء على جسمه؟ إفاضة الماء على عموم الجسم فرض، لا بد من ذلك، لا يبقى من جسمه شيء لم يصل إليه الماء، وأما الدلك فهو سنة ليس بواجب. نعم. أم صالح تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة كبيرة في السن وتراودني وساوس وشكوك في الصلوات السابقة، حيث أشك أن بها خلل وربما ليست مقبولة، ما موقفي من هذه الشكوك وهذه الخواطر؟ هذه وساوس من الشيطان. الإنسان إذا أدى العبادة على الوجه المشروع إنه يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو ثوابه، ولا يفتح الباب للشيطان وسوس له في عبادته، إنه يستعيذ بالله من الشيطان إذا أحس بهذا الوسواس، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الوسواس من الشيطان. نعم. يقول هذا السائل: أبو عمار، زوجتي أجرت عملية قيصرية للولادة مرتين، الأول مات والثاني على قيد الحياة، نريد أن نبقى على هذا الولد، نقتصر على هذا الولد، فما موقف الإسلام من ذلك؟ هذا لا يجوز، تحديد النسل، قطع النسل لا يجوز إلا إذا قرر الأطباء أن الحمل يسبب هلاك المرأة، إذا قرروا أنه يسبب هلاكها فإنه يحدد النسل ويوقف الحمل، يوقف عنها الحمل إبقاء على حياتها. نعم. هذا يقول بأنني مقيم في مدينة الطائف إقامة كاملة فضيلة الشيخ، ولكنني أتردد على جدة وعلى مكة، هل للقصر والجمع للصلوات؟ إذا كان محل إقامتك طائف، سكنك في الطائف وتذهب إلى مكة أو إلى جدة، إنك تجمع وتقصر في الطريق ذهابا وإيابا، وأما في جدة أو في مكة تصلي مع الجماعة، تتم الصلاة تبعا للإمام، وإذا صليت وحدك أو مع أناس مثلك مسافرون فإنك تجمع وتقصر أيضا، أو تقصر فقط تصلي كل صلاة في وقتها ما دمت مقيما أثناء سفرك. نعم. هذا يقول بأنني عازم إن شاء الله على الحج وأريد أن أختار التمتع، فأريد يا فضيلة الشيخ أن أذهب وأخلص العمرة، أقضي العمرة ثم أرجع إلى الرياض لتكملة أعمالي التجارية، وفي اليوم الثامن أذهب إلى منى. إذا فعلت هذا ورجعت إلى بلدك بين العمرة والحج فإن التمتع ينتقل، تكون مفردا للحج، إذا رجعت وأتيت بالحج فأنت مفرد، وإذا أردت أن تبقى على تمتعك فأتي بعمرة ثانية، إذا قدمت إلى مكة المرة الثانية تأتي بعمرة ثم تحج بعدها وتكون قد تمتعت، أو تحرم بالعمرة والحج معا فتكون قارنا، تدخل أعمال العمرة في الحج، وفي كلا الحالتين يكون عليك هدي التمتع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل فضيلة الشيخ عن تساهل الناس في وقتنا الحاضر في تسوية الصفوف، وخصوصا في الجوامع والمساجد مأجورين. نعم. يجب على المأمومين أن يعدلوا صفوفهم، أن يتقاربوا ولا يبقى بينهم فرج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعلى الإمام أيضا أن يتعاهد المأمومين ويتأكد من تعديل الصفوف ويتأكد من تراص الصفوف وسد الفرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: اعتمرنا في الأسبوع الماضي، أنا وأخي ومعي ابني الصغير 9 سنوات، وقد أحرم معنا ولكنه أصيب بوعكة صحية ولم يكمل العمرة حتى الآن. نعم. هو باق في إحرامه، إذا شفاه الله وقدر على أداء العمرة فإنه يؤديها لطواف وسعي وحلق أو تقصير، يؤدي عمرته. نعم. تقول أم عبد الله: هل للمرأة أن تصلي التراويح دون موافقة زوجها في رمضان، وخصوصا بأن الزوج دائما يلح عليها بعدم الخروج للمساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فلا يمنعها إلا إذا كان في ذهابها ضرر عليها أو عليه أو على الأولاد، فإنها تبقى في البيت، أما إذا لم يكن هناك ضرر من ذهابها ولا خوف عليها فإنه لا يمنعها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما أفضل كتب الحديث لطالب العلم الذي يريد أن يتزود من العلم الشرعي؟ الشأن ليس في الكتب، الكتب موجودة والحمد لله ومتوفرة،
الشأن في وجود المعلم، المعلم الذي يستطيع أن يبين ما في الأحاديث من المعاني ويميز بين الحديث الصحيح وغيره. فإذا وجدت معلما مؤهلا فهو الذي يختار لك الكتاب الذي سيشرحه لك. والكتب ولله الحمد كثيرة ومتوفرة. نحن لا نشكو من قلة الكتب، ولكننا نشكو من قلة العلماء، والعلماء المعلمين الذين يستطيعون أن يعلموا الناس ويفقهوهم في دينهم. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما العمل الصالح في عشر ذي الحجة، وأيهما أفضل، العشر الأخيرة من رمضان أو عشر ذي الحجة؟ العمل الصالح في عشر ذي الحجة أنواع كثيرة، الأعمال الصالحة كثيرة، من صلاة وصيام وصدقة وتكبير وتهليل وذكر الله عز وجل. الأعمال والحمد لله كثيرة، وما من عمل أحب إلى الله عز وجل من العمل في هذه العشر. وأما أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخير من رمضان، كلاهما له فضل عظيم، ولكن العلماء قالوا إن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وإن نهار العشر ذي الحجة، النهار من عشر ذي الحجة أفضل من النهار في عشر رمضان. نعم. يقول هذا السائل: إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سورة مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته، أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟ صحيح أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فإذا الركعتين الأوليين يعتبرهما أول الصلاة فيقرأ فيهما بعد الفاتحة، وفي الركعتين الأخيرتين التي يقضيهما يعتبرهما آخر الصلاة فيقرأ الفاتحة فقط. ويبني على هذا الأساس أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته. نعم. مصلي فضيلة الشيخ دخل والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ أفتونا بذلك. إذا كان يرجو أن يأتي جماعة أخرى، أو كان يعلم أن خلفه جماعة يأتون، إنه ينتظر ويصلون إذا سلم الإمام، لا يقيمون الصلاة الأولى لم تنتهي، بل يصلون إذا انتهى الإمام، فإنه ينتظر إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم أن هناك جماعة سيأتون، فإنه ينتظر. إذا كان ما يدري هل يأتي أحد أو لا يدري أحد، أو تبين له أنه ليس هناك أحد، فإنه يدخل مع الإمام فيما تبقى من الصلاة ليحصل على الفضل والمتابعة، ولكنه قد فاتته صلاة الجماعة. نعم. آخر أسئلة السائل يقول: ما العمل يا شيخ إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرعت في النافلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يدخل في نافلة بعد أن تقام الصلاة المكتوبة. أما إذا أقيمت وهو فيها فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالإمام في الفريضة، خصوصا إذا كان في آخرها فإنه يتمها ثم يلحق بالإمام في الفريضة. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: أرجو أن تبينوا الحكم المتعلق بمسابقة الإمام وأيضا بموافقته، وهل تبطل الصلاة في كلتا الحالتين؟ نعم، إذا تعمد مسابقة الإمام تبطل صلاته، أما إذا لم يتعمد فإنه يجب عليه أن يرجع يأتي بما سبق به الإمام، يأتي به بعد الإمام تداركا لما حصل من الخطأ، ولا يبقى عليه سابقا للإمام. نعم. أخيرا يقول فضيلة الشيخ: أشكل علي حكم المفترض خلف المتنفل، هل تجوز الصلاة في مثل هذه الحالة، والعكس المتنفل خلف المفترض؟ نعم، هذا ورد في الأحاديث أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا في صلاة المفترض خلف المتنفل، وكذلك صلاة المتنفل خلف المفترض، يجوز هذا أن يصلي ناويا النافلة خلف من يصلي الفريضة، وذلك لأن رجلا دخل المسجد قد سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة ففاتته الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فالداخل له فريضة والذي صلى معه تكون له نافلة، هذا من صلاة المتنفل خلف المفترض. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في منى كان يصلي بأصحابه في مسجد الخيف، فلما سلم إذا برجلين جالسين خلف المصلين فدعا بهما
ثم قال لهما: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحال. فقال: لا تفعلا، لصليتما في رحالكما ثم جئتم الصلاة تقام، فصلوا معهم فإنها لكما نافلة. هذا في دليل على أنه يصح أن يصلي المتنفل خلف المفترض. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. هذه تحية من مسجل هذه الحلقة، الزميل المهندس عثمان الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.